مساء الخير اعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بحضراتكم في حلقه جديده من راي عام سيره الحبايب في رمضان. كل سنه وحضراتكم بالف خير. مساء الفل. مساء الورد والفل والياسمين عليك يا عمرو وعلى كل مشاهدينا الكرام، ورمضان كريم عليكم واهلا بيكم في سيره الحبايب. عمر ما كان الفن بالكم، دايما الفن بالبصمه الحقيقيه، البصمه اللي بتسيبها في كل دور بتقدمه وحضورك سواء على خشبه المسرح او في السينما او في الدراما. وفنانتنا النهارده هي واحدة من البصمات الواضحة في المسرح والدراما والسينما، واللي بكل دور قدمته قدرت توصل لقلوب الناس وتعمل حالة بهجة حقيقية. رغم رومانسيتها ورقتها ووضعتها اللي كنت بتلاحظها في معظم أدوارها، لكن في نفس الوقت هي بنت بلد جدعة وواضحة وصريحة، صراحة أحيانا بتزعل ناس كتير. هي لينا في المتزوجون وعديلة في بخيت والكنكة مع الجردل وفخر هانم في جراند اوتيل. هي الوحيده في العالم العربي ويمكن في العالم كله اللي دخلت الصرصار في مفردات الحب والحنين. بين كل دور والتاني كانت شيرين بتسيب جوانا حاجه من ريحتها، حاجه تخلينا متعلقين بيها ومستنيين دورها الجاي. في المسرح او السينما او الدراما كانت قادره شيرين انها تاخدك لشخصيتها بكل بساطه عشان تأكد إنها فنانة من طراز فريد وغريب. مين فينا ينسى الصرصار اللي كانت بتنطق اسمه بطريقة استحالت على الكل إنه يقلدها؟ ولا مين ينسى دورها في الإرهابي والجردل والكنكة وبخيت وعديلة؟ ولا 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 ولحد النهاردة وهي بتقوم بأدوار مبهجة ومختلفة في الدراما، قادرة تسيب بصمتها الواضحة والصريحة، البصمة اللي ما تقدرش توصفها غير إنها بصمة شيرين، وفي الكلمة دي معاني كتير جدا. شيرين البسيطة الواضحة وبنت شبرا الجدعة اللي رغم المطبات الكتير اللي قابلتها كان دولاب ذكرياتها خالي من الكراكيب، كل اللي فيه حواديت كتير بتاعتها، هي حواديت تشبهها، حواديت من سيرة الحبايب. الفنانة الجميلة شيرين، أهلا بحضرتك معانا في سيرة الحبايب، وكل سنة وأنت طيبة. كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك طيبة، وكل سنة وكل الجمهور طيب وبألف خير. رمضان كريم. رمضان كريم عليكي. النهاردة عاملين لك مفاجأة صغيرة، سارة فنانة تشكيلية هترسمك بالقهوة. 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 طب مش بالشاي؟ لا. هي فين؟ لا. واو. طب مش اشرب الاول فنجان قهوه وبعدين تاخد هي ولا بن ناشف؟ لو شربتي قهوه مش هتتصحي. ممكن ده يحصل. هو بن ناشف ولا طري مبلول يعني؟ بن ناشف بس بنحطه على ميه كده ونبتدي بقى نرسم بورتريه. اتفضلي بقى، انا مستنيه الصوره. اوكي. كل سنه وانت طيبه يا نجمتنا. وانت طيبه حبيبتي. بمجرد ما بنقول شيرين كل الناس عارفه شيرين، لكن لا والله بجد. يعني اول ما تقول شيرين يقول لك شيرين مين؟ شيرين رضا؟ شيرين وجدي؟ طب اكمل السؤال. شيرين عبد الوهاب؟ طب اكمل السؤال. ما انا بقولك بتقولي انت ده. طب كمل شيرين. لا شيرين الممثله اللي مل السمع والبصر، كل الاسماء اللي حضرتك قلتيها دول على عيننا وعلى راسنا، وانا بحب جدا شيرين رضا وبحب جدا شيرين عبد الوهاب، بس لما بنقول شيرين بس فهي شيرين. شيرين حاف. شيرين حاف هو ده. اهم حاجه عشان عارف ما تبقاش تقيله يعني. بالظبط مش كده يا شيف جلال؟ لكن الناس ما تعرفش اشجان محمد السيد عزام. لا طبعا في ناس يعرفوا. في ناس يعرفوا. طبعا زمايلي في المدرسه. كلام عن المشاهدين على المتفرجين. المتفرجين انا قلت كتير اسمي كده. طبعا. طب ايه الفرق بين الشخصيتين؟ اشجان شخصيه خجوله جدا. كان لما حد يكلمها ايديها تعرق، رئها ينشف، وشها يحمر. ما كانتش بتتكلم كتير خالص. شيرين مختلفة. شفتي؟ أنا أول مرة أقابلك في الحقيقة، وبالنسبة لي أنت ما تغيرتيش خالص. فعلا؟ شايفة قدامي بنوتة صغيرة جميلة، نفس الملامح بتاعت المتزوجون لسه موجودة لغاية دلوقتي.
ده يعني بصراحة مش عارفة أشكرك إيه سر الموضوع ولا أطلب منك تكتبي لي ده في شهادة عشان ترجعيش في رأيك بعد شوية. لا مش راجعة في رأيي عشان ده أول مرة أشوف في الحقيقة، بس شايفة نفسي نفس المتزوجون، يعني نفس الوش، نفس البراءة، نفس الملامح البريئة. إيه بقى سر الجمال؟ هي ملامحي أنا أخدتها معايا في كل الرحلة الطويلة دي، وده كان أهم حاجة أنا بحرص عليها. ولكن في سر طبعا خطير جدا، لما اقوله الناس هتقول انا مش بقول الحق، وانا بحب اقول الحق جدا في رمضان وغير رمضان يعني. ده معروف، لان ما بحبش الكذب ابدا، لانه ربنا بيغفر الذنوب كلها الا الشرك بيه والكذب. اللي بيكذب يكتب عند الله كذابه، حتى لو كان كذب ابيض. مفيش ابيض واسود، ابيض يعني لا هو في يعني مسميات او تحايل على الاشياء يعني. يعني لو هتقول لحد مثلا خبر مش لطيف قوي، لا قدر الله انت لا قدر الله سقطت مثلا، فتقول له يعني انت جبت ايه مثلا، مجموع ضعيف. طب انت جبت مادتين، اقل من 50%. طب لا دول ثلاث مواد. لا طبعا يعني تحايل بس على الكلام. في السنوات الاوله دي بتاعت المدرسه او بتاعت معهد الباليه، بنت جميلة أكيد كان في حب الطفولة، حب مراهقة، حب الأولاني. دي مشكلة كبيرة. أنا والدتي كانت ست الله يرحمها قوية جدا، وكان والدي بيطلق عليها مارجريت تاتشر، السيدة الحديدية. هي أمي المرأة الحديدية، زي ما عندها أربع رجالة بتربيهم، كنت انا برضو في العدد نمره خمسه يعني. خمس راجل. فانا ما اتدلعتش خالص. ونرجع لاجابه السؤال اللي قبل كده، ان انا اتدلعت؟ لا انا ما اتدلعتش خالص، لدرجه ان انا حتى ما عرفتش ادلع بنتي. يعني انا ما بشوف حد، يعني بستغرب بشوف الاقي مثلا حد طويل كده مامته مقعداه على رجله وقعدت حاسس على شعره طبطب عليه مش عارف ايه. الكلام ده طبعا مش وارد عندي خالص، ما كانش عندي في القاموس. يعني القاموس عندي بيبدأ من الساعة 5:30، أصحى عبال لما أعمل شعري وأحضر حاجتي وأخدها وأنزل 6:15 أكون في الباص عشان أوصل من شبرا للهرم. أوصل حاجتي كلها جاهزة، اللبس بتاعي، ألبس علشان أدخل، علشان الباص اللي بيجيبني هو نفسه الباص بيروح الزمالك بعد كده يجيب الخبرة ويرجعهم. فطبعا ما فيش حاجة اسمها انا بتدلع او انا مش بتدلع. انا عندي حصص بخلصها وبعد كده بطلع اخد المواد الثقافية بتاعتي او الدراسة اللي زي كل الناس ما بياخدوا في المدارس. ومدام عنايات الله يرحمها عميدة المعهد في هذا الوقت يعني كانت تقول المعهد اسمه معهد الباليه، اللي يسقط في الباليه يترفد، لكن اللي يسقط في الدراسه يعيد. ففي البيت عندنا ما كانش فيه الكلام ده، ما فيش حاجه اسمها اسقط. ده يعني هخرج من المكان اللي انا بعتبره الجنه بتاعتي. فده بالنسبه لي يعني مش ممكن، لدرجه لما انا كنت اسخن او اعيا او كده اقول لهم برضو هروح، انا هروح المعهد. مفيش تروحي، لا انا هروح. طب انا هنام وانا تعبانه، اذا مت مشوا الجنازه بتاعتي قدام المعهد عشان يعرفوا ان انا مت، ما كتبش غياب. للدرجه دي انت جايه تسالي عن الحب الاول؟ مفيش حب، ما كانش عندي بقى الكلام ده. وبعدين والدتي فهمتني ان دولت زمايلي، كانه وفعلا احنا زمايل. مفيش حاجه يعني، مع ان في عندنا مثلا في المعهد كنت بشوف زميلاتي وزملائي الكبار بيحبوا بعض، وفي منهم اللي اتجوز بعد كده، لكن انا كان عندي التزام في البيت، التزام في الدراسه، التزام. بعدين عندنا حاجات انه ما ينفعش انا ابقى بحب مثلا عمرو وهرقص مع مجدي. يعني مجدي اللي هيكون البارتنر بتاعي. فمثلا ما ينفعش، لا انا مش عايزه مجدي. ما فيش حاجه اسمها مالكيش راي. يعني انت اداه في ايد الخبير، هو شايف انت عايزه تعملي ايه، انت تصلحي لايه، هو بيوظفك.
يعني ما دقاش قلبك خالص طول فتره المدرسه والمعهد لحد ما دقش للاسف يعني تقريبا ما كانش عندي قلب. ما انا بقول لك يعني يعني خالص لحد لا 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 ما عنديش المشاعر دي. طب هاتي لنا المصحف تحصل لا هقول لك ممكن يبقى عندك فرصه يعني مثلا الناس بيروحوا بعد المدرسه فبيبقى عندهم وقت شويه بيناموا بيصحوا شوفوا ابن الجيران مش عارف ايه ما بيكونوش شافوه في المدرسه لانه مثلا المدرسه دي ابتدائيه اعداديه ثانويه بنات فلما بتشوف يعني راجل او شاب او ولد بيحصل عندها حاله. لكن انا زمايلي دول معايا قاعد جنبي في الباص نزلنا قعدنا مع بعض في الكلاس واحنا بناخد المواد الثقافيه بتاعتنا الدراسه العاديه انا مشغوله بشوف رجلي متعودة عليهم زي البنات معاكي فما فيش دول خلاص اخواتي يعني زيهم زي في البيت فما فيش بالنسبه لي حاجه يعني مثلا ايه ممكن حد لو قلنا انا بقوم كتير لو قلنا حد مثلا بيمسك حد من جنبه من وسطه مش عارف ايه ياي انا بغير لا ما فيش كده ما احنا عندنا هو بيمسكني وبيساعدني فانا لو فكرت في حاجه غير اللي انا بعمله وممكن اكسر ظهره فما فيش عندنا الكلام ده ما كانش عندي يعني للاسف ما حسيتش المشاعر دي. ولا مثلا حبيتي في خيالك ممثل في السينما شفت يعني ما اشتغلتيش معاه من زمان؟ لا طبعا انا كنت بحب جدا الاستاذ عماد حمدي بحب جدا رشدي اباظه يعني بحب جدا كمال الشناوي لغايه لما اسعدني الحظ واشتغلت مع الاستاذ عماد حمدي يعني انا خليت مامتي تسمي عماد اخويا الاصغر مني على عماد حمدي انا بحبه وبعدين انا عندي علاء كبير بعدين عادل بعدين عماد بعدين واحد نفد من الحكايه بقى احمد عشان يبقى الف يعني اوكي. طيب شيرين شيرين شخصيه شيرين هي لينا في المتزوجون ولا شخصيه بنت البلد؟ حضرتك بتقولي انك من شبرا صح؟ ايوه يعني ايهما اقرب للحقيقه؟ انا كوليكشن يعني اولا مش هقول أعوذ بالله من كلمة أنا لأني سمعت حد يعني محترم بحترم رأيه جدا قال يا جماعة ما تقولوش وده كلمة خاطئة اللي هو أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا ليه؟ لو أنت كويس قول على الحاجات الكويسة اللي عندك عشان الناس تقتدي بيها. فمن الحاجات الأساسية في حياتي جدا أنه أنا نشأت في بيئة شعبية والدتي كانت ست بيت عظيمة جدا جدا علمتني كل ما هو يجب أن أتعلمه فأنا بعرف أخيط بعرف أشتغل أوبيسون بعرف أشتغل كنفا. معلش بس يعني الحاجتين الأخيرتين دول عبارة عن إيه يعني؟ الأوبيسون ده حضرتك قاعد على فوتي الفوتي ده كله بيبقى مشغول هاند ميد وبيبقى عليه مثلا صوره روميو وجولييت ورد والاربعه فوتي بيبقوا حدوته بتسلم حدوته يعني روميو وجولييت واقفين بعد كده روميو وجولييت قاعدين بعد كده روميو وجولييت قاعد بيلعب لها على جريتار يعني اسمع دلوقتي ساره هتغني لنا نسم علينا الهوى وفيروز يا هوى
برافو برافو برافو. رجعنا لكم في سهرتنا الجميلة مع نجمتنا الجميلة شيرين وفي سيرة الحبايب. أنا عندي فضول أعرف كواليس المتزوجون، الرقة اللي كل مش بس مصر، كل الوطن العربي لسه لغاية دلوقتي بالنسبة لهم رمز الرقة لينا. إزاي عملتيها؟ عايزة أقولك حاجة. طبعا أولا يعني أنا قلتها قبل كده انه الدور ده ما كانش الدور بتاعي، كان دور فنانة هويدة بنت صباح الشحرورة. وانا عايزة اقولك انه فنانة صباح جات واتفرجت عليا في المتزوجون، وعايزة اقولك برضو ان النور اتقطع وقعدت ساعتين تستنى واتفرجت وطلعت في كواليس وهنتني جدا جدا. وسألتها انت مش زعلانة ان انا؟ قالت لي بالعكس، انا شفت هويدا وشفتك وانت بتعملي دور حلو قوي، بس عاملاه بطريقتك. يعني انا طبعا لما جيت اعمل دور ما عملتش زي لما كان هويدا بتعمل، لانه في فرق في الحجم في الطول، وبعدين هويدا بنت صباح وانا مش بنت حد معروف، انا كمان كان عندي، فكان لازم اقرر اعمل اداء مختلف. يعني ايه اللي اختلف في الاداء ما بين احنا ما شفناش حاجات كتير؟ حاجات كتير. وعايزه اقول لك ان اللي يشتغل قدام الاستاذ سمير غانم على المسرح كل يوم بيعمل حاجه تانية. كل يوم عندك مفاجآت ولازم تبقي مستعده للمفاجاه. وانا دايما كنت حاطه جوايا انه لازم ابقى مستعده للمفاجاه وابقى على قدر المسؤوليه. يعني بيبقى في ارتجال على المسرح، ودي كانت اول طبعاً. اول تجربه. بس يعني تجربه المتزوجون سبقها تجارب تانية؟ ايوه طبعا. اولا انا اتربيت على المسرح، يعني انا رقصت على دار الاوبرا القديمه اللي كان عاملها الخديوي اسماعيل اللي كانت في ميدان العتبه. بس ما تقوليش ده في افتتاح قناه السويس. لا ما لحقتش الملكه اوجوني. ما تهزرش. لا لا مش للدرجه دي. لا لا انت زودتها شويه كتير. يعني وحياه ربنا انا كنت اتمنى طبعا اعيش الوقت ده. يعني انا مثلا عايزه اقول لك انه لما كنت بدخل الاوبرا كنت من اهم الحاجات اروح المس الستاره. يعني حبي للكراسي، يعني وانا قاعده مستنيه لسه في البروفا قبل لما هيجي دوري وهطلع، فلازم نقعد ونقعد ساكتين، وعشان اوركسترا سيمفوني بيعزف يعني زي لايف هنا دلوقتي كده، فده عندك حاجه و70 عازف في وتريات وفي ايقاع وفي حاجات بقى شغاله، يعني ما ينفعش. ولازم المايسترو كان وقتها شعبان ابو السعد الله يرحمه، عايزه اقول لك انه لازم عينه على الراقص الباليه هو بيعمل ايه، لف كم مره، امتى وقف، عشان وهو نفس الراقص يبقى عينه مع ايد المايسترو. يعني هو اللي بيخليه يبدا وهو اللي بيخليه ينهي. ما بينهما اذا فاتت مازوره هنحصلها ازاي؟ ما ينفعش، يعني ما ينفعش يبقى هو لسه بيكمل والمزيكا خلصت. ف
فانا لازم يكون في هارموني. انا عشت اجمل ايام حياتي في دار الاوبرا. لما اتحرقت انا كنت بعيط كانه بيتنا اتحرق. بعد كده بقينا نرقص على مسرح البالون. لما اتحرق مسرح البالون بقينا نرقص على قاعه سيد درويش. وطبعا شتان بين قاعه سيد درويش ومسرح البالون الكبير ده، الستيج كبير. فانت لما تعمل الحركه في مكان كبير غير لما تعملها في مكان صغير، يبقى كل حاجه ضيقه. يعني مثلا بدل ما هتعمل 15 خطوه كده مثلا او 15 لفه، انت هتعمل اربعه عشان المسرح صغير. فانت بتشتغل على اليمين مثلا، فانت رايح يمين لازم هتقلل ده، فده هتقلله، طب هتعمل فيه ايه؟ فكان عندنا مشاكل كتير جدا، وكنا حاسين ان احنا مخنوقين. وده سبب من اسباب ان انا افكر بعد ما رحت ارقص على مسرح جامعه القاهره، قابلني طالب في الجامعه وقفني، انت جاي تعملي ايه هنا؟ انت شكلك صغير، انت في كليه ايه؟ فقلت له لا انا مش في كليه، انا في معهد الباليه. قال لي معهد البريد؟ قلت له لا، معهد العالي للباليه. قال لي اللي بيرقصوا كده على صوابعهم؟ قلت له قال لي طب وقفي كده. قلت له ايه ده، هو انا حاوي هطلع ارانب من جيبي؟ ده لازم جزمه مخصوصه، جزمه معينه، سوري شوز معينه، وفي ديمي بوانت وفي بوانت، وده موضوع تاني كبير خالص. ابقى تعالى اتفرج، احنا بنعمل هنا باليه كسرت البندق، وهنعمل بعديه الاسبوع الجاي بحيره البجع. قال لي البجع في البحيره؟ خلاني مش عارفه اعمل ايه. وبعدين قلت لما ده طالب في الجامعه، يعني ده طالب في الجامعه ومحدود الثقافه والعلم الى هذا الحد، يبقى انا لما هتخرج اروح فين؟ طب انا لازم ابقى بدرس حاجه تاني جنب الباليه ده، عشان ده مثلا اقول له كليه الحقوق، ده اقول له معهد الباليه. يعني دخلتي حقوق؟ هعمل ايه؟ دخلتي حقوق؟ ايوه. بس انت ملاحظه يا جان، يعني مدام شيرين كل ما نسالها عن التمثيل تجرنا للباليه، تجرنا للباليه. يا عمي انا هسيب، ما هي قالت لي عايزه بدايات. ايوه، يعني انا على فكره انا مبسوط جدا. انا مبسوط، انا هقول لك يعني مثلا اول حاجه في المتزوجون، انا بقعد حوالي تلت ساعه قاعده لابسه عروسه عامله كده، عامله كده ما بتكلمش وما بعملش اي حاجه. ما كنتش تعبانه لانك متعوده على ده في الباليه؟ ايوه، بس انا ببقى بسخن في الباليه، وبوصل لده مثلا في الفصل الثاني في جيزيل. اوكي. لكن قبل كده ببقى بشتغل. ايوه، رجليا شغاله، فانا دلوقتي قاعده وبعدين هقوم اشتغل، فانا اقعد اعمل رجلي كده وانا قاعده تحت، يعني وانا قاعده احرك رجلي عشان ما توقفش، يعني رجليها هتنمل بقى. وبعدين لازم لما اقوم هلف واتفرج على التحفه اللي انا فيها، البدروم الفانتاستيك اللي انا فيه ده، القصر بالنسبه لي. فانا لازم اقوم اتحرك واشوف جده حولان واشوف الحاجات دي، هتفرج بقى. انا عايشه في حاجه كويسه. بتضحكي لما كانوا حاطين الغطا ولسه خالص خالص؟ انا لينا اضحك ازاي؟ لا في نفسك، انا مش شيرين. في نفسك؟ لا خلاص، نفسي ولا حاجه. يعني مثلا لو في نفسي يبقى في جراند اوتيل مش هكون صادقه. فخر هان. لا لا، انا ببقى لا، جراند اوتيل ده خلاص مشوار، وبقى لحد ده كانت تجربه الاول. ما ينفعش، ما ينفعش. كل حاجه انا بعملها يعني مفروض اتعلمت قد كده، قد ما اقدر صح. يعني انا كان عندي موقف مع والدي، وده سيرة الحبايب بقى، الله يرحمه برضو. انه انا رحت لوالدي وقلت له، وانا في تانية باليه يعني عندي 10 سنين، قلت له خرجني من المعهد ده، انا مش عايزة استنى فيه. السبب؟ قال لي ليه؟ ايه اللي حصل؟ كنت مبسوطة جدا. قلت له انا مفروض اجيب 100 في الامتحان، ازاي يدوني 99؟ اعتبرت ان ده يعني كنت دقيقة، عايزة الكمال في كل بهدلة. حاجة. انا ما بغيبش يوم. بروح قبل معادي، شوزات بتاعتي مظبوطه، لبسي مظبوط، شرايط متخيطه. والدي اتعلم روسي مخصوص عشان يروح يسال الخبراء دون وسيط، دون مترجم. انا ليه ما خدتش يعني خدت 99 ما خدتش 100؟ فقالت له الخبيره بتاعه الفصل بتاعي انه هي ادتني 99 وكل الخبراء ادوني 100.
انا استاهل 100 لكن هي من وجهه نظرها ان انا لو خدت 100 السنه دي السنه الجايه ممكن ما اجيش عشان انا بقى خدت 100 وانا ربنا مديني امكانيات ان انا اقدر. في ناس تانيين بيتعبوا جدا عشان يوصلوا للحركه اللي انا بعملها بمثلا 1/10 من المجهود، هم بيعملوا 100 عشان يوصلوا للمجهود، يعملوا بالمجهود ده عشان تحفزك، كان عشان يبقى عندي سنة جاية حافز أوصل 100. طب أنا بالنسبة لي عايز أسأل حاجة، إزاي حبينا الصرصار كده؟ مش قادرة أقول لك. أنا كان ليا صديقة وزميلة في المعهد اسمها حنان شهدي، معرفش طبعا هي دلوقتي فين، بس أنا آخر مرة شفتها كانت هي مامتها يونانية وباباها مصري. كان دايما تحكي لنا انها لو شافت صرصار بتبخه بجيريفيان بإزازة البارفان، فانا اخدت منها ده وخزنته جوايا. وانا طبعا شيرين، نسيت شيرين بقى بقيت لينا، فلينا طبعا حتى الفرخة لما وقعت قلت امسكها امسكها لا تكون اتكسرت. كان اول مره الفرخه تنط، عمرها ما نطت في حياتها. يعني احنا لو قايلين لها ولا ربطنها بحاجه ممكن تمسك برجليها في القفص، هي نطت. ده كان ارتجال، ده كان حاجه في تصوير. طب هنسيبها تجري تنزل على الناس؟ جمهور لازم يلحق. وكان في رائع. هعمل ايه يعني، دي حاجه من ربنا برضو. وانا سعيده جدا المسرحيه دي الحمد لله باقيه يعني. بس المسرحيه دي ليها يعني ذكريات وحشه. ارجوك تقولي الذكريات الوحشه بتاعتك معايا. لازم ارجوك. طبعا انا برجوك. طيب انت ما فيش سؤال انا ما رديتش عليه. لا يا فندم، مع ان من حقي اقول لك مش هرد. طبعا انا بس انت معروفه بقى بالصراحه، فانا عشان كده اتفضل. واخد راحتك. ايه بقى؟ مش عارف سنه كام كان المفروض المتزوجون تعرض عندنا. انا من سوهاج، تعرض في سوهاج. يس انا كنت في سوهاج الاسبوع اللي فات. والله الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كنت عايز حاجه من هناك انا اجيب لك؟ لو كنت قلت لي كنت قلت لك هات لي. انت عايز ايه، ملوحه؟ لا مش حبيبي. حلو قوي، كمل لنا قصه. مش فكنت لسه يعني صغير وباخد مصروفي، فمصروفي ما كفنيش عشان اروح اتفرج على المتزوجون. واحنا جينا وانتوا جيتوا. طب ازاي ما جيتش تقول لنا وندخلك؟ رحت في قصر ثقافه سوهاج. مظبوط مظبوط. شفت انا على فكره كنت في قصر ثقافه سوهاج. ما كنتش محظوظ الاسبوع اللي فات. وكان معايا الفنان طارق دسوقي والدكتور هشام جمعه. كنا بنحكم لمسرح الجامعه. فعايزه اقول لك ان انا قضيت ايام هناك جميله جدا جدا. وفي قصر الثقافه ايضا اتفرجت على مسرحيات. تشبعت بالمسرح يعني، وده انا بحبه جدا. في بتعملي ده كتير يعني؟ صعبان عليا، تحب اجي اعرضها لك دلوقتي لوحدك؟ والله والله يعني اعمل ايه؟ مش عارف. هو قال قصه حزينه فعلا. قصه حزينه. لو انا مكانه كنت ضايق جدا. ايوه جدا. لا صح. لا صح. انت عندك حق. كان نفسي اتفرج عليه. طب يعني نفسي مثلا اوتوجراف يعني تمضهولي مدام شيرين. ما كنتش وقتها يعني. طب ماشي. ما كانش في سيلفي ساعتها. لا ما كانش في تليفونات اساسا. انا فهمت دلوقتي ليه من اول حلقات هنا وانت مصر انه مدام شيرين تبقى موجوده معانا عشان تعوض. انا هقول لك حاجه مهمه قوي. الذكريات بتاعت الطفوله بتتحفر فينا. يعني انا كان كل يوم جمعه والدي ياخدنا ونروح سينما مترو انا واخواتي ونروح سينما مترو. وقبل ما نروح طبعا بينبه علينا خلاص كلنا شربنا، مفيش حاجه اسمها نبقى قاعدين بناكل حاجه ولا شيك شاك شاك. احنا بنتفرج على الفيلم علشان احنا في حفله، والحفله دي ليها اداب. ويعني احنا لغايه دلوقتي لازم نعلم النشأ اللي طالع حتى في المسرح ازاي يحترموا الناس اللي على المسرح، ازاي يحترموا التليفون ما يرنش، الموبايل تيرين تيرين ترين والناس بتعرض مسرحيه. لو انت عايز تتكلم في التليفون ما تجيش المسرح. لو انت محتاج تاكل نص كيلو لب كله هناك على الكورنيش. أيوه. لكن تسمعي صوت
علشان كده انا بيعجبني جدا مسرح محمد الاستاذ محمد صبحي بالظبط في مدينه سنبل. الاحترام الاحترام الميعاد مفيش حد يدخل بعد العرض ما يبدا الميعاد يا جان ويعني كله يعني مظبوط بالثانيه هو ده هو ده زي بيج بان كده بالظبط بالظبط فانت انا اسفه طبعا على ذكرياتك انا يعني كان نفسي انك تكتبي لي اوتوغراف واتصور معاكي احنا نتصور مع بعض واكتب لك اوتوغراف طب ممكن تكتبي لي اوتوغراف دلوقتي على ورق البرنامج يعني بعد على ورق الشجر بعد مرور كام سنه على ورق يعني الشجر بعد مرور كام سنه نسمع عمرو معقول بعد القعدة اللي احنا عندنا دي انت ايه فاكر ان انا عندي زهايمر يا عمرو اوعى ايدك اوعى اوعى سيب بقى اوتوغراف تأخر عارفة كام سنة؟ كام؟ لحظة انتوا جيتوا سنة حاجة وثمانين كام؟ لا حاجة وسبعين لا 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 حاجة وسبعين ايه لا حاجة وثمانين لا 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 شو؟ طبعا ده ما فيهوش نقاش لا حاجة وسبعين انا ما كنتش اتولدت 79 لا لا مفيش ايه هو ده انت كمان بتغلط انت قوم يا عمرو انت كذاب قوم 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 روح هناك انت كذاب ما تعملش كده تاني هات ايدك زي ماما كريمة بقى الله يرحمها ما تكذبش تكذبش تاني امشي امشي عارف ما بتحبش الكذب لا بس حصل ولا ما حصلش؟ حصل لا انا قصدي على العرض الثاني ايه ده تاني ده ايه ده تاني وتاني بس انتوا جيتوا بس ما تهزرش 90 لا لا 90 نو نو ايوه الله يا سلام ربنا يخليك يا ميرسي ربنا يخليك ارجو ان يعني الباد هيستوري عن المسرحيه كده خلاص كده هتتفرج عليا بس كل ما كنت اتفرج عليها يجي لي يا سلام كان ممكن لو معايا فلوس كنت اتفرج عليها في المسرح بس اديك دلوقتي معاك فلوس لما اعمل مسرحيه لازم تيجي بس انا هعزمك يا سلام خلاص خلاص اتفقنا عموما اول عرض دي من الميزات انك اشتغلت مذيع اعلامي دي ميزه من الميزات انك طبعا ده حفزك انك تبقى بالظبط شفتي احنا حبينا الفرخه وحبينا الصرصار وحبينا جدا صرصار حبينا وحبينا وقلت حبينا حبينا لا ازاي الافكار اللي دي كانت مكتوبه اوريدي في المسرحيه كلها بالتفاصيل ولا في حاجات اضافت بعد ما لا هو في حاجات كان في حاجات طبعا اساسيه موجوده ولكن ازاي تتنطق ما هو انا ممكن ادي حضرتك الورق زي دلوقتي كده وتيجي تساليني تقولي لي مثلا انا عايزه اشوف وانت صغيره عملتي ايه وطفولتك كانت ازاي فاكره ايه الناس تقفل فطبعا الناس تقوم على طول مش هقلقانا من اهل لا احنا عايزين نفضل مع تن 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 كده يعني بس الاداء طريقه ادائك انت دلوقتي طريقه ادائك وانت بتسالي وعايزه تعرفي متشوقه وحتى لو ما كنتيش متشوقه فبتمثلي ان انت متشوقه فيا يبان صدق يا يبان كده هو ده صحيح بس الصرامه اللي اتربيتي بيها واللي درستي بيها ازاي يعني حضرتك يعني رقيقه كده طبيعي تلقائي مش بتمثلي الرقه مش بتدعي الرقه مش بتستعيري صوت دي طبيعتك ده في جواكي يعني في رقه ونوسه طبيعيه مش بتمثليها ولا بتدعيها فلينا حاجه تانية مش مدام شيرين حاجه ولينا حاجه دي رقه ودي رقه بس برضو في شخصيتك الاساسيه كده انا عايزه اقول لك ايه الصرامه والرقه في نفس الوقت هما الصرامه جت من والدي ووالدتي وتربيه البيت والرقة من الباليه جت من الباليه مع العنف والقوه لان بقى عندي ماسلز وعندي عضلات ولما حد يقابلني انا اقدر ادافع ازاي عن نفسي والدي كان زي بيفهمني انه لما اسافر انا هعمل ايه انا سفيره لبلدي انا لازم اقعد ازاي حد اكبر مني ازاي احترمه ازاي اقول لحد شكرا وميرسي ومن غير ما اضايقه يعني ممكن لو اصر اخد الحاجه وبعد شويه احطها مش لازم اشربها علشان انا مش واثقه فيها وانا لازم ابقى عارفه انا بشرب ايه او باكل ايه
لا طبعا، لانه احنا مثلا لما بنروح وبنتعزم وكده بيبقى في حاجات ما احناش عارفين ده ايه، فمش لازم نشرب حاجه مش عارفينها. اهالينا بيخوفونا واحنا صغيرين، ما تاكلوش عند حد، ما تعملوش. ده على فكره مظبوط، وحتى لاي حد دلوقتي لازم لو عندك بنت او عندك ولد ولازم تخافي عليه وتقولي له اصحابك بيشربوا ايه، بياكلوا ايه، انتوا رايحين فين. يعني مش افرح انه الولاد قاعدين على مع اصحابهم بيعملوا شات، دول قاعدين في الاوضه، يا سلام مش سامعه صوتهم. لا مش سامعه صوتهم، لازم اسمع، لازم اشوف بيعملوا ايه، لازم اراقبهم، لان لو ما فيش عين حارسه عليكي يبقى خلاص انتهى الموضوع. طيب ايه؟ انت اللي طيب. انت اللي طيب. طيبة جدا والله. ايه الاخبار؟ الصورة ايه؟ الصورة اخبارها ايه؟ انا حاسة ان الصورة مش واضحة قوي. ايوة. طب تعالي يا سارة. شوف الصورة لو كانت. انا باخد حاجات من الحكايات بتاعت الكلام. يس. انت بتدخليها عشان يطلع شخصيتي. ايه اخبارنا يا سارة؟ خلاص اهو. خلاص؟ طب يلا. يلا نشوف. يلا قبل ما القهوة تبرد. أيوة. الوش عامل شغل بجد جميل. طيب هنشوف دلوقتي إن شاء الله. ما شاء الله. نجمتنا الجميلة هدية بسيطة. يا سلام. بالقهوة. بالقهوة بس. إيه ده كلها إيه ده قهوة إيه ده بس. أنا عايزة أشرب لي شوية. ريحتها قهوة. طبعا. تدوق. انا بدوق كل ليله والله. تعرف ترسم بشكل سريع مع بداية الحلقه يا ساره؟ الله يخليك. ما شاء الله. يعني صوت خدتيها من فيلم ايه دي ولا من مشهد من فيلم يعني معين في دماغي هو الارهابي. ما ده تراديشنال يعني شيرين كده. والحكايات اللي حكيتيها ادتني انطباع ان ده برضو مناسب في ملامح معينه. ما هي سوسن في الارهابي كانت جولييت عصريه. وده كان سبب انه انا اقول الاستاذ عادل، يعني انا كنت بعدي عليه هو في المسرح وجنب البيت، فاعدي عشان اقول له مثلا اخترت كذا. هو كان طبعا اختاري الوان، انا عايز كذا وكذا، فحاضر. بعدين وانا قاعده دخل المسرح وخرج فبنتكلم، فقال لي انا عايز جولييت عصريه. فده يسرع عودي معانا. ميرسي والله بجد. تسلم ايديكي ما شاء الله عليكي. شكرا بجد. يعني طبعا الصوره احلى مني كتير. لا بالعكس. لا لا انا زمان ابدا يعني. لا لا بالعكس خالص. ميرسي. فقال لي عايز جولييت عصريه. فانا روحت ركبت الاسانسير وطلع دورين كده، رحت الدايسه والنازله تاني. ليه؟ بصيت في المرايه ما لقيتش نفسك جولييت. ما لقيتش جولييت ولا عصريه. كان مثلا الكلام ده ينفع ايام الجحيم مثلا. ايام ما عملت معاه فيلم الجحيم. يعني زمان. فرجعت له قلت له انا على فكره بعتذر. قال لي ليه؟ قلت له انت قلت لي عايز جولييت عصريه، انا لا لقيت جولييت ولا عصريه. فانا قال لي طب روحي حبيبتي اشربي كوبايه لبن ونامي وخلاص امشي روحي. فعلا روحت، بس انا طبعا الموضوع في دماغي يعني ازاي. بعدين لما اتفرجت لقيت عنده حق، يعني ما اعرفش عملت ازاي بس خلاص يعني. جولييت عصرية. يعني دلوقتي رجعنا من السحور وانا يعني بشعر بالتخمه، بس مدام شيرين ما اكلتش خالص. ما انا ما وعدكش ابدا ان انا كنت ممكن اعمل الانتحاريه اللي انتوا عملتوها دي. يعني وحتى نصيحه برضو للناس يعني يعني اتفضلوا اتسحروا، بس اتسحروا يعني خفيف. شويه شويه زي ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام، تلت للميه تلت للاكل تلت للهواء.
عشان ما يكبسش على الحجاب الحاجز على الرئتين على القلب. الواحد يفطس وهو نايم يعني، بعدين هتحلم كوابيس. لا ما انا هصحى للصبح بقى عشان. ايوه ما هو اوريدي هتصحى الصبح تعبان بقى ووشك مش قادر ومش قادر تشيل نفسك من على السرير. الله يكون في عونك. المهم اكلت بالهنا والشفا. انا كنت جعان لان ما افطرتش. الحاجه اللي ما بتقدريش تقاوميها في الاكل، في حاجه لو موجوده؟ لا انا هقول لك حاجه، ما فيش حاجه في الدنيا ما بتجيش من المخ. يعني احنا عارفين ان المخ هو اللي بيدي اشارات لكل حاجه علشان الواحد يعمل ده او ما يعملش ده، ياكل ده او ما ياكلش ده، يشرب ده او ما يشربش ده. فانت اهم حاجه يبقى عندك تابلو زي تابلو الكهرباء اللي في البيت كده مع مخك، امتى تعملي اوف وامتى تعملي اون، وامتى تعملي اون بس تعملي كنترول على الاون. والله انا ما عنديش الاوف دي خالص يعني. ما عندكش اوف. لازم تروح يعني تجيب انجينير، واحد مهندس يعمل لك السيستم. انت السيستم عندك بايظ بس مش باين عليك. لا والله لا باكل. بتاكل؟ مش باين. لا في كل الحلقات انت بتبصي لي في الاكله ولا ايه؟ يمكن ما بياكلش في البيت. لا باكل. او يمكن الاكل هنا. لا انت خايف تتدرب في البيت. انا خايف باكل. مراتي طباخه ماهره فعلا. طبعا بتعمل زي لما بيعمل شيف جلال كده. إيه؟ حاجات. لا هي بتعمل لي حاجات روسي. طيب طب شفت بقى. فهنا بياكل الطبخ الكرومب وانت هتقول لي بس دي هايله جدا، هايله عبقريه ومفيده جدا جدا جدا. وعلى فكره بتعمل احتراق. صحيح. يعني زيها زي البروكلي زي القرنبيط، بيساعد على الاحتراق وانتي اوكسيدنت. بتشبع بس يعني صحي ضد الاكسده. طبعا صحي جدا جدا. طب انا دلوقتي شايفه عقلانيه في كل حاجه، عقلانيه في الاكل، كنترول على الاكل، كنترول على القلب. يعني في عقلانيه كبيره وشديده في كل تفاصيل حياتك. الجواز كان قرار عقلاني؟ ايوه. ما فكرتش. كان انه خلاص it's about time، انا خلصت دراستي ودلوقتي علشان ابقى اقدر اتفرغ بقى الفني وكده، مش لازم بقى كل ما اعمل مسلسل اعمل فيلم يقولوا مش عارف ايه الحكايه الروايه. فخلاص قرار انه. على فكره في يعني مقوله خاطئه انه الراجل هو اللي بيتجوز الست او هو اللي بيختار الست. تعالي كده نرجع لديننا او كل الاديان انه لازم في ايجاب وقبول. لو فرضنا استاذ عمرو راح علشان يتجوز المدام بتاعته، لو هي ما وافقتش كان تم الجواز؟ لا طبعا. لو انت جايلك حد علشان يتجوزك، لو انت ما وافقتيش هيتم الجواز؟ برضو لا. احنا بس بنقنعهم ان هم اللي بيختاروا. وطبعا معلش يعني حقك عليا، الموضوع مش موضوعكم خالص خالص. يعني الرجاله بتضحك عليهم يعني. طبعا. وبعدين الست بتبقى فاهمه كويس قوي وهي ذكيه جدا جدا. حتى دايما نقول ايه، الراجل يبقى اكبر من الست بكذا سنه. ليه؟ عشان يدوب يواكب الست. البنات بيكبروا اسرع من الرجاله. بيعجزوا اكتر اصلا. لا بيكبروا في عقلهم. بعدين العجز ده بقى موضوع تاني. دي حاله نفسيه برضو يعني. ده صح. لانه انا ممكن اعيش في جلباب ان انا عندي 90 سنه ومش قادره امشي ومش عارف ايه وامثل دور ده، وانت تقتنع وتقول يا حرام ده خلاص دي عندها 90 سنه. والعكس. وممكن العكس، انا جوايا طفله، جوايا لسه حاسه ان انا قادره اعمل واروح واجي ومجتهده والرياضه عملت لي حاجات كتير. الباليه اداني روح تانيه خالص، منيره مختلفه. علشان كده انت تقدر تبقى بتطلع وبتشوف وبتسمو وبتتخيل. فما فيش الكلام اللي انت بتقوليه، كل حاجه بحساب. انا عايزه النهارده ابوظ الدنيا، انا ممكن اكل دستة جاتوه. كنت بعمل كده ايام المعهد، يعني اجيب لنفسي دستة جاتوه وانا مروحه البيت، واجيب لاخواتي في البيت ومامتي وبابايا دستتين مع نفسهم بقى. بس انا ما حدش قرب على الدستة بتاعتي. اكلها وانام على الترابيزه، على ترابيزه السفره جنبي. 12 حته. ايوه.
و12 حته مش سواري، ما كانش فيه سواري ده. سواري ده طلع يعني ايام دلوقتي، ايام الخنافس ده، ايام الناس اللي لكن انا ممكن اقول مثلا اروح في اي مكان اتفضلي، لا ميرسي والله مش هقدر، اصل مش هقدر والحكايه والروايه، بس وانا مروحه اجيب عشان اكل. لانه مش هروح عند الناس مثلا هم جايبين دسته اخلصها انا وانا قاعده، ما ينفعش. شيرين الست هي في البيت امينه ولا السيده المستقله ولا حاجه تانية خالص؟ هي كل دول. لما احب اعيش كده اقول لهم يا جماعه خلاص محدش ينادي عليا دلوقتي وانا مش هرد على حد، فانا خلاص ابقى اميره نفسي مع نفسي. لطيف قوي انك تعيشي تعملي بقى كل الحاجات اللي انت حباها. عايزه تقري قران شويه علشان رمضان وعايزه تخلصي، وبعدين ايه انا ممكن ابدا قبل رمضان بيومين عشان لو في يوم سقط مني في ايام رمضان، وقع حصل حاجه مش عارف ايه، مهم جدا انه ما تزنقش، لان مره اتزنقت وكملت في الطياره فكان بالنسبه لي صعب قوي، يعني صعب صعب. وممكن بقى تلاقيني الاخت والام والصاحبه والصديقه كل الحاجات. بتطبخي في البيت؟ ايوه. طب اخواتي ما بياكلوش غير من ايديا. والله. طيب وحضرتك يعني بتعاقبيني وبتضربيني على ايدي كده 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 عشان زي مدام الله يرحمها ماما كريمه الله يرحمها يا رب. في علاقه كده خاصه بينكم يعني علاقه موده ومحبه شديده شديده. هي امي التي لم تنجبني، وهي ام ميريت ايضا التي لم تنجبها، وكل الفضل والف مليون رحمه تنزل عليها رحمات ربنا يا رب، ويدخلها فسيح جناته، ويا رب يا رب يلحقنا بها ان شاء الله على خير. ايه اللي لقيتيه في كريمه مختار؟ اللي ما لقيتوش الحنان كله، العطاء كله، الوفاء كله، الصداقه بمعنى كلمه صداقه. انا عايزه اقول لك انه هي يطلق عليها الام المثاليه، ام المصريين. هي اتفرج عليها حتى يعني انا اشتغلت الحمد لله معاها كتير، بس في الشغل حاجه وهي كانسانه حاجه تاني خالص. واطلاقا لا تبخل عليك بالنصيحه، ونصيحه من قلبها، واذا كانت شاكه ان نصيحتها ممكن تبقى عكس رغبتك تكتم النصيحه لغايه لما انت تطلبها. لها موقف في فرح ميريت ممكن تحكيه لنا؟ ليها مواقف كتير. بس في فرح ميريت طلبتني قبل الفرح وقلت لها اوعي تقولي لي مش جاي، اوعي. قالت لي لا انا جايه، بس انا بستاذنك ممكن اجيب شريف. قلت لها شريف؟ شريف مين؟ قالت لي شريف الدمرداش. قلت لها بتستاذنيني انك تجيبي اخويا؟ في ايه؟ انت جرأي، جيبي اللي انت عايزاه. فانا عايزه اقول لك انه لن انسى لها هذا الموقف ما حييت، وربنا يصبرنا على بعد. ربنا يرحمها. الله يرحمها. طيب الخصام والفرح في حياه شيرين، الخصام والعتاب ليهم مكان؟ ممكن ازعل، لكن بعد يومين انسى ان انا زعلانه. فما عنديش حاجه اسمها خصام، يعني عمري في حياتي مثلا ما خصمت حد من اخواتي يعني، لا. وكمان ما كانش عندنا ده في البيت، يعني كنت اشوف عند الجيران خصمني خصمك، يعملوا كده مع بعض مش عارف ايه. انا عمري ما خصمت حد، حتى انا بعتبر نفسي
حد مسالم يعني. لو في حد انا دلوقتي حتى مزعلاه بقول له اغفر لي لو انا زعلتك، بس الحمد لله. او ممكن تهدي له اغنيه بيخصمني حبه ويصالحني حبه. لا انا احب جدا جدا ما تقولش ايه اديتنا مصر للفنانه علاء التونسيه. طبعا يعني قد ايه الغنوه دي، لان انا كانت فنانه علاء انا اشتغلت معاها في مسرحيه الدنيا مزيكا، كان فيها الاستاذ محمد نجم، كان فيها الاستاذ صلاح السعداني ربنا يديله الصحه، سهير الباروني، الفنانه الرقيقه العظيمه منى جبر، كان فيها محمد احمد المصري، مجموعه كبيره جدا من الفنانين. وكانت الفنانه علاء التونسيه بتغني في المسرحيه. احنا يعني فعلا مش مجامله انبسطنا جدا بالحوار مع حضرتك. اشكرك جدا. كانت سهره يعني، اولا انا بشكل شخصي طبعا ما اعرفش بشكل شخصي حد قبل الهوا بقى وانا بشكل شخصي يعني بالنسبه لي النهارده مميز جدا جدا، عشان كان نفسي اشوفك دايركت، فانا مبسوطه اني اشوفك. اتمنى انه لما تكوني شفتيني يكون عندك في ذاكرتك يعني الصوره ما تهددش خالص، بالعكس. بس اكتشفت حاجات ما كنتش اتوقعها، انا ما كنتش اعرف كل الصرامه وكل العقلانيه دي. انا بالنسبه لي لينا خلاص خليني لينا علشانك هبقى لينا. لينا او الفنانه الكبيره شيرين، شرفتينا، وكل سنه وحضرتك طيبه وكل احبابك بالف خير ان شاء الله. وانتم طيبين وكل اللي بتحبوهم، ومصر كلها طيبه باذن الله. شكرا جزيلا. كده تنتهي حلقه النهارده من سيره الحبايب. نشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده وليله جديده ومع نجم جديد من سيره الحبايب. وتصبحوا على الف 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 خير. تصبحوا على خير.